أنا اسمي ريما عريس، لبنانية عايشة هون باللبنان. قطعت الأربعين وقطعت الثلاثين، صرت بالخمسينات، 56 بالضبط. ما تجوزت، بشتغل بالتسويق صار لي شي أكثر من 20 سنة بهالمهنة. اسمي علينا عويس، عمري 28 سنة، درست إخراج وعم بشتغل لمدير تصوير. بحس عمرها شي 54 سنة، بالخمسينات يعني. بحسها بتركض الصبح، بحسها بتروح على الجيم هيك يوم إيه يوم لا، بس كمان بحس إنه بركة بتعمل تريكو بتطرز هيك، فيها كوتة عارتستيك. حب أعمل سبور، حب تو سوشيلايز، تعرف على العالم، شوف كيف بيفكروا. بس أكتر شي هلا صار لي شي 5 سنين على الهارلي. أوف؟ عن جد؟ إنه أنا بعمري وما جربت هالشي. روعة بالبقلة. هلو، هاي، كيفك؟ جود، اند يو؟ تمام. اوكي، ريدي فور يور هارلي، يور فيرست هارلي؟ ايه، كثير منيح. سامعين؟ ها؟ شوف هلا لحالمك شوي هون، مندور البايك. اوكي، والفريمات هون هيدا. اوكي، شوي شوي. اوكي، هلا ححطك وراي وفرجيك الاحساس كيف. يا ميرسي بوكو. فش خلقي، غير جو. I have a chance to discover Lebanon على البايك. ما في شيء بيمنعني اعمل شيء ولا شيء بالحياة. يعني بس واحد يحط حاله بعلبة بتصار هو اللي بيكبر حاله. بس ما في حدود للعمر. أنا رجا، عمري صحتي، تجوزت بعمر مبكر وجبت 3 أولاد والتفتت لتربية أولادي كل هالوقت. وليد خوري، عمري 26 سنة. أنا بعتقد شي 56-57 سنة. بحس صراحة إنه بحسها ست بيت، بتهتم بحالها شوي، بس بحسها ست بيت قررت ترتاح لأنه هيك محافظة على جسمها وعلى بشرتها وهيك. بحس انه ما حدا بيتعب بحياتها اليوميه. انا كل عمري من انا وصغيري بس بعمل رياضه، بس ما حبيت اعملها كمهنه. سو لما رحت على امريكا تعرفت على الزومبا وعملت ترينينجز واخذت اول شهاده فتنس.